السلام عليكم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في ذوق بنا. نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. بعد بسم الله والصلاة على رسول الله، اليوم البنات في الكوزينة رايحين نحضروا تكتوكة. هذه المرة تكتوكة بطريقة مختلفة، رايحين نحضرها لكم باللوبيا الخضراء والزرودية. تفضلوا معايا نشوفوا كيفاش نحضروها. لهنا البنات ديت حبة بصل متوسطة، قطعتها بالطول كما راكم تشوفوا، حطيتها في المقلة مع ثلاث مغارف كبار نتاع الزيت. نخلي البصل يتقلى مليح حتى يتحمر ويطيب ليه مليح كما راكم تشوفوا في الفيديو. لهنا اللوبيا مع زروديا كنت غليتهم مع جوج سنينات نتاع الثوم، خليتهم طابو، وبعد ما تحمر لي البصل مليح ضفتهم على البصل. نخلوهم يتقلاو مع هذاك البصل غير بالعقل، وحنا نخلطو فيهم. راح نضيف لهم شويه نتاع الملح وشويه نتاع فلفل كحل. هذه يا البنات نخلطوا التكتوكه نتاعنا ونخلوها نقصوها ونخلوها تطيب. مكون اخير او المقدار الاخير هي ثلاث حبات تاع الطوماطيش، نرابوهم البنات بنضيفوهم للتكتوكه نتاعنا. نوخروا هذيك اللوبيا على جهه كما راكم تشوفوا لهنا في الوسط، ونفرغوا الطوماطيش نتاعنا نقلوها على جهه وحدها كلها تتقلى. تقدروا تضيفوا لها البنات سنينه تاع الثوم راح تجي بنينه. فوالا نقلوها مليح على جهه، ومن بعد نخلطوها مع هذيك اللوبيا، نخلوها بضع دقائق. ولهنا التكتوكه نتاعنا تكون قريب وجدت. فوالا كما راكم تشوفوا نخلوها تتقلى مليح. هذه كانت وجبة سريعة وخفيفة من ذوق بنا البنات، تكتوكة باللوبيا وزرودية وبصل وطوماطيش. نتمنى تكون عجبتكم وأنكم تجربوها. أبقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو في الخير وعلى خير مع وصفات أخرى إن شاء الله. في أمان الله وحفظه.